دونك تو انا في وسط المرش نتاع اكودا باش نشوفوا المشاكل اللي تعاني منها النصاب اللي موجودين في اكودا سيرتو يعانيوا من الانتصاب الفوضوي والناس قاعده تنصب لبرا دونك باش نشوفوا الاشكاليه نتاع الاحوانت المحلوله المكريه ما فيها حتى حد دونك هذوما الكل كان نحاولوا باش نشوفوهم في الريبورتاج نتاعنا اليوم تابع منظمه الدفاع المستهلك مع المكتب المحلي نتاع اكودا. السلام عليكم. الله يعينكم. قداش اللي تيو اليوم هذا؟ 600 كعب. 600 والصوم على رمضان اول رمضان نقصه طاع. لا نقولوا لا لا قداش صوموا في قبل رمضان؟ رمضان هاي 500 400 معناها الصوم هو بيدو تو على اول نهار تو احنا تبارك الله في النهار السابع اليوم تبدلت الاسوام ولا شو ما نقصش ما زادش ما ها؟ رخيصة السلعة هذيك شنو رخيصة؟ 850 فقوس بدينار. معناها أول رمضان فقوس بدينار؟ أول رمضان وكان فقوس بدينار. فقوس بدينار. فقوس بدينار. فقوس بدينار. فقوس بدينار. فقوس بدينار. أول نهار في رمضان. أي. الفقوس بالجرو تباع ب 2500 فرنك. وتعرفوا كل شيء انتم. لا نعرفوا احنا جايين نشوفوا انا كمنظمة دفاع المستهلك نحبوا نشوفوا شنو يتبدل. هذا تو كل شيء تاع الفقوس بدينار، الفلفل بدينار، الطماطم ب 600، البصل ب 500 وب 600 زلواع، البطاطا ب 850 ب 700. أول نهار في رمضان ما تحكيش كاين لهبة بالفرق. معناها المواطن ديما يلهب معناها كمستهلك. ديما تحكي حد كيلو فقوس حتى ب 4000 يشريه. تو انا بدينار ملوح مش. وانت تتصور مناش الحكاية هذه الكل مناش. لهبة. شنو عقلية؟ المخ نتاعهم لعبة باش تشوف الفقوس ما تشوفها كل شيء ما تشوفها، أول نهار العباد موتى بالشر. وقاعد كذا في المرش القرو ما يرحمش، يقول لك بال 3000 ب 2500. والمرش القرو شكون رابح الفلاح ولا الهبات؟ بالطبيعة القشار، شو ما دخلوا الهبات ولا الفلاح؟ القشار. الماكلة اللي مشيتم مزيان. القشار. القشار الحمد لله يشري، بل يبيع ب 1500، وساعات يشري ب 2000 يبيع ب 500، هذيك هي الخدمة. عرض وطلب. واش انت زاهر فرص كي ما كنت عارف يا ودي السوق عرض وطلب بنهار ب 1000 ونهار ب 500 حتى رمضان عنده دوله لما تقول نهارين الاولين تاع رمضان السلعه يا خويا قال الفقوش ب 2500 عندك في مارشي الكرو قلت له انا نخص 700 ب 800 ب 1000 عرض وطلب يا خويا واش واش ان شاء الله ربي اسمعني تو نحب نسال انت خضار لهنا هيك واش هذا حانوت هذا حانوت اخي شبين المارشي نتاعكم مش حافل علاش كيفاش؟ مرشيكم مش حافل. يعني خويا نحن مرشينا مهمين الدولة نصب لبرا أكثر من الداخل. عندكم مشكلة انتصاب فوضوي معناها. انتصاب فوضوي لبرا الحمد لله تو عندنا خمس سنين نقاسيو في الحكاية دي. ما الثورة رد التالي. ما الثورة رد التالي. نصب لبرا حوت لبرا الحمد لله، الدجاج ني لبرا كل شيء لبرا. تحل فمك الحمد لله تلقى طريحة، ولد تدخل الحبس كلمتين. شو تدخل الحبس كيفاش معناها؟ تقول شو فيه صحيح أنت تقول له خويا ما تنصبش هنايا. يشد فيك صحيح. تعيش بلدي أنت. تحكم فيه بالمنصب انت. وهذا هل المشكله هذه الكل لانعكاسها الكبير لشكون على شكون؟ للبلديه من شكون؟ للبلديه ما نحكيش شكون المسؤول متفاهمين هذه البلديه مسؤول، اما انعكاسها تو انتم تنصبوا لنا وناس تنصب لبرا انعكاسها لشكون الاغلبيه؟ لا ولا انعكاستنا تو نحن بدينا من الاول هم بدوا من قبل الثوره مشنا نخدموا نحن ثلاثه من الناس في مرشي كامل هما عاملين لنا ما نعرفش في القباضه تو مرشي اخزر لا نظافه لا تواليت لا عباد تحس سرقونا قداش من مره معناتها متمرمدين خدمه ماهيش هي فهمت اولا خدمه ماهيش على قدها وثانيا ما نجموش نهبطوا السلعه فم المرشي العباد تنصب وهما الجيه ولا نظموا ولا عملوا حتى شيء وهما بنينا وهنا عملنا صرفنا وهنا عملنا ما ثم لا مصروف لا ثم شيء هذا كله مسكرين تو تشوفوا كله مسكره ونحن معناتها مرهونين ويحبوا يخرجونا هاو خرجنا مش خرجوكم من المرشي هاك ما خلصتوش يا انا معمرين لكم المرشي ننصبوا لبرا في الطريق وطالبين بالفلوس وعاملين في القباضه وما نعرف شنو هذا 15 مليون وهذا 10 ملايين هاو تنخرجوا لبرا كل عباد ننصبوا في الطريق تو عندنا قديش معناتها احنا مزينين لهم المرشي ويزيدوا يحبوا ياخذوا الفلوس لا ما ثم اداءات نتاع الدوله ثم اداءات الدوله نخلصوها بالقانون مش انت ما تنظمش لا تعمل مسؤوليه لا تنظف لا تعمل تواليتير لا تعمل لنا تعديل الكيران الناس كل كيف كيف زوز من الناس ماشي يخلصوا الواحد نصبه فوضويه لبرا ما تنجمش حتى تدخل السلع تجي تدخل يقول لك برا هز كاميونك وسمك الكليب
تصبع في علو ربط قديش حتى من الأرواح موتت في المرسي هذا مش معقول هو سمحني بلا سمحني بصراحة مش منظمين اي تو صحيح تم إشكالية ولا تو سمحني بالله حوانت البلدية أما حانوت بلدية ب 200,000 60 70,000 اي صحيح تو ما يجيش يا حانوت بلدية يجيب السوم هذايا ما يجيش انت اعمل تعديل الكراء اعمل تعديل الكراء معنى ما كومش تكروا الكل كيف بعض مش كيف بعض مش يصير فيهم بتة هو كل حانوت يصير فيه بتة يصير بتة ده مسكون يحب ياخو حانوت يحب ياخو حانوت يقول لك نوصل حتى المليون ومن بعد ما يستعملوا هذوما كل ريتهم هذوما كل هذوما كل خذوا حوانت خذوا حوانت عملوها من جهة عملوا حرب وبتة عملوها من غير واحد من غير شرطة ذلك عملوها في بعضهم ولد ضارب ومضروب وما عرف شنو صاحب البنية يتصرف قلت تعايت وما عرف شنو عملوها بتخ ايه ومن بعد شنو عمل البتة خذا حانوت ونصب البرة ونزم صب البرة وما خذوش من بعد ما خذاش الحانوت الوي هذا كل ما يلزم كي يعملوا بتة يعملوها بتة على الناس كل كيف كيف يتكلموا كلمة حوانت البلدية 70,000 80,000 100,000 بارتو على الناس كل ما تيش هكو ياخد 200 وياخد 300 وما ذم عاد شيء مرحبا بيكم عايشك مثلا السمة بتاعي مرحبا بيكم السمة بتاعي والحمد لله ربي عينك يا عم سينا عم سينا بربي باش نسألك تفضل في رمضان تو هاي الأسعار تتبدل وتقعد يا بيد والله الأسعار أنت والسوق شو معناها؟ مرة الأولى طلعت شوية هاي قيمات الأولانيين هاي وتو تحبس وتو هبطت كل شيء موجود وبربي الأسوية اللي تطلع الفوق هل أنه عقلية مواطن عقلية مستهلك ولا الناس حب تستغل لا لا المواطن مواطن مش ياخذ كيلو لوبي ياخذ 5 كيلو لوبي ما ياخذش كيلو ياخذ 5 كيلو ياخذ 10 بلاط توت عظم ما ياخذش على حارتين عظم السلام بالزيت بس معناها ولات اللهفة هي اللي تخلي يا ما يقولكش الدجاجة يقولك ثلاثة دجاجات ثلاثة دجاجات نالو لنا فيهم بالبوله بالكرتوش وانتم بربي كتجار ما تنصحوش بالجانب النصيحه ولا اعطيك بيع وبرا وكذا مش بيع انا ساعات نقولوا عندي كيلو برك بعد يزيد كيلو واضح واضح تكسح اخويا مرحبا بيك عاشك الله يخليك الشرف غلط